اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على الإيمان، اللهم لك الحمد على القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والأمان. اللهم زدنا أمنا وإيمانا، اللهم زدنا أمنا وإيمانا، اللهم زدنا إيمانا وأمنا، اللهم زدنا إيمانا وأمنا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وأليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من أتقائك رفيقا
شهرك المبارك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأخواتنا وإخواننا وذرياتنا وأصحابنا جميعا من النار. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ممسوسا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في بلاد المسلمين، وانشر الأمن والإيمان في بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلاد المسلمين وبهم شرا فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل تدبيره تدميرا. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعف المسلمين، اللهم ارحم ضعف المسلمين، اللهم ارحم ضعف المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
اللهم اجعلنا من الذين وفقتهم لقيام ليلة القدر وفازوا بالثواب والأجر. اللهم اجعلنا من الذين وفقتهم لقيام ليلة القدر. اللهم تقبل منا الأعمال. اللهم تقبل منا الأعمال. اللهم تقبل منا الأعمال كلها واجعلها خالصة لوجهك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. برحمتك ارحمنا وارحمهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا ويا خالقنا ويا إلهنا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.